ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض بطاطس، طبخه كده هتعجبكم قوي. هي بتتعمل مع سمان، مع بط، مع حمام، يعني الحاجات دي بتبقى معاها تحفه قوي. يلا نبدا. نجيب بصل ونجيب فلفل، نحط فلفل وبعد كده نحط كمون ونحط ملح تمام. بعد كده بقى نمرطهم كويس قوي مع بعض. طبخة سهلة وبسيطة وجميلة وجد ان شاء الله هتعجبكم. ده سلق جبناه وغسلناه وقطعنا العود بتاعه، وده توم، والبطاطس اللي احنا قطعناها دي بقى شوربة سمان، شوربة بط، شوربة حمام، يعني زي ما قلت لكم الحاجات دي. دي طبعا المرتة اللي احنا لسه عاملينها مع بعض. نحط بقى الشوربة في الحلة بالظبط كده. يلا نعمل بقى، ننزل المرتة عليها. نجيب البطاطس ننزلها هي كمان. لسه محتاجة شوربة، هنزودها علشان تبقى مغطيها من فوق كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنجيب التوم نحطه في الخلاط، نجيب السلق نحطه معاه ونخلطهم بقى مع بعض. واحنا كده خلطناهم خلاص تمام. واحنا طبعا هنا مولعنا البطاطس عشان الطبخ. بعد كده هنجيب سمنه او زيت، يعني اللي احنا عايزينه، وننزل فيه بقى السلق بالثوم اللي احنا عملناه في الخلاط. وبعد كده هنفضل نقلب كويس لحد ما يتعمل معانا. هنا خلاص بقى تمام، اتعمل معانا بقى جاهز. ننزله بقى في طبق، هنحطه تاني في الخلاط بقى، نعمله تاني كويس قوي لحد ما يبقى ناعم بالظبط. هناخد منهم بقى الكمية اللي احنا محتاجينها ونحط الباقي في البرطمان ده ونعينها في التلاجة، يعني نخزنها ونستعملها تاني في اي وقت تمام. هنحط كده على البطاطس ونقلب. هي البطاطس خلاص، يعني خلاص هي تقريبا استوت معانا، نسيبها بس تغلي كمان غلوة ونطفي. بعد كده بقى نجيب الباقي اللي احنا اللي فاض مننا زي ما قلنا، نحطه في البرطمان ونعينه ونبقى نستعمله بعدين. وكده خلاص البطاطس بقت جاهزة معانا. يا رب تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وقولولي رأيكم في التعليقات. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتستنوني دايما. هتوحشوني قوي 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 لحد الفيديو اللي بعده. طبعا احنا هنا نعصر الليمونه ونقلب، بعد كده بقلشها هنا. يا رب على قلوبكم. و